السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا إنما كنتم أنتم على فايت شان دائما معكم إن شاء الله. ونتمنى أن لا يتسرب الملل ولا القلق إن شاء الله للناس، وأن يقدروا وأن يصبروا. وأتكلم اليوم عن الحالة النفسية، لماذا؟ لأن ليس بالأمر السهل أن يبقى الناس في المنازل، وربما يصدقون بعض الأخبار، وربما تصلهم أوديوهات وفيديوهات تفزعهم. فسنبقى معكم إن شاء الله، سنبقى معكم وسنعيش جميعا هذه الأزمة. ربما تأتيكم بعض الأخبار لهواتفكم، أوديوهات فيديوهات أشياء هكذا تفزع الناس، ويجب أن يعني أن يحذر الناس وأن ينتبهوا لهذه الأشياء. فربما يكون خبر بالنسبة لي عادي، ولكن ليس عادي بالنسبة لشخص آخر. ربما يكون شخص لديه فوبيا ولديه مرض الخوف، ويعني ربما هذا الشخص يتأدى من هذا الخبر الذي سأرسله لي. يجب أن تنتبهوا جيدا، لا تنشروا هذه الأخبار ولا ترسلوها لبعض الأشخاص. أنتم تعملون بحسن نية هذه الأشياء، لكن ربما تؤذون الناس. انتبهوا جيدا، فهناك من لديه سكري، هناك من لديه ارتفاع ضغط، هناك من لديه أرق، هناك من لديه يعني ديبريشن، هذه توتر عصبي، هناك من لديه فوبيا يعني مرض الخوف. فانتبهوا جيدا، فهناك خبر الآن يعني منتشر بكثرة، ومع الأسف بدأ الناس يؤطرونه، بدأوا ينظرون ويؤطرون حول هذا الخبر، وهو خبر لا أساس له من الصحة ولا تصدقوه، وهو يعني سنبين لكم أنه في تمام الغباوة والبلاذة. فاللغة العربية فيها الغباوة والبلاذة، يعني وهي مصطلحات دقيقة جدا. فهذا الخبر فيه الاثنين، في الغباوة والبلاذة. هذا الخبر هو خبر غاز السارين، خبر حول غاز السارين، وخبر فيه في تمام في يعني في منتهى الغباوة والبلاذة. لماذا؟ لأن أولا غاز السارين هو غاز كيماوي، هو أورجان فوسفوري. غاز السارين يضرب الجهاز العصبي وليس الرئة من حيث الأعراض. هو غاز يحدث يعني هستيريا في الشخص ثم يتوفى. هو غاز لما يقتل يقتل كل الناس، ولا يقتل شخص ويترك شخص آخر. وهو غاز طبعا لا يعدي، فالغاز لا يعدي، ليس فيه عدوى. شخص مات بغاز السارين ويعدي شخص آخر لا يمكن، لأنه كيماوي، لما يضرب الأشخاص يضرب كل شيء، يقتل كل شيء، ولا يمكن أن يموت شخص ويبقى 30 حوله، ولا ينتقل من شخص لشخص، ولا ينتقل يعني من مدينة لمدينة، ولا من بلد لبلد، ولا من قطر لقطر. فإذا ضرب يعني مكان معين يقتل الناس ثم كفى. الغاز السارين لا ينتقل مع الشخص يعني من وخان إلى إيطاليا ومن إيطاليا إلى فرنسا، لا يمكن. لأنه غاز كيماوي محدود يقتل في مكان معين، ثم ليس هناك عدوى ولا ينتقل من شخص لشخص. ولذلك قلت يعني غباوة وبلادة في نفس الوقت. لو كان الناس يفكرون شيء قليل يعني لكانوا يفهمون هذه الخزعبلة هذه. فالمختبرات الآن، المختبرات في العالم، كوريا واليابان والصين وروسيا وأمريكا وأستراليا وألمانيا وبريطانيا، يعني كل البلدان التي لديها مراكز البحث قوية، يعني حتى ستوكهولم، حتى معهد ستوكهولم، هذه المختبرات هي تبحث عن الفيروس في الأشخاص الذين ماتوا، الذين توفوا، والأشخاص الذين لديهم أعراض. فهي تبحث عن الفيروس، تحلل الفيروس وليس غاز السارين. لما يأخذ عينة من فمك، فالمختبر يبحث عن الأرانيه للفيروس، يعني شيء حي وليس غاز كيماوي. يتم يعني هذه الديترمينيشن كيميكال، هذه الاناليزيس، يعني هذه الاشياء تتم بالبي سي ار، والبي سي ار هو خاص يعني بالدي ان اي والار ان اي، وهو الامبليفيكيشن، ويعني يبحثون عن جزء من الار ان اي الفيروس التي قد تكون في انفك، ثم يعني هل لديك هذا الفيروس ام لا، وليس هل لديك غاز سارين ام لا. او لما ياخذ قطره دم، فهذه القطره الدم يبحثون، يعني المختبرات تبحث عن الاي جي ام والاي جي جي، الايمينوغلوبولينات، يبحثون عن الايمينوغلوبولينات. لماذا؟ لان الفيروس لما يدخل الجسم، فالجسم يتفاعل ويفرز الاي جي ام والاي جي جي، الايمينوغلوبولينات، يفرز الاي جي ام بكثره. اما غاز السارين فالجسم لا ينتج ايمينوغلوبينات، لا يتفاعل معه، فهو كيماوي يقتل يعني الشخص وكفى. ولذلك ليس غاز السارين. والذين الان نشروا هذا الخبر، هو يدخل في الاجنوتولوجي، في علم الكذب، علم التجهيل. الاجنوتولوجي هي spread of ignorance، يعني نشر يعني الكذب ونشر البلبله. غاز السارين، خبر غاز السارين انسوه تماما. وانا قلت يعني هو في منتهى البلاده والغباوه هذا الخبر هذا.
لأن المختبرات الآن لا تبحث عن غاز الصريف الذين توفوا، وغاز الصريف لا يحدث عدوى ولا ليس وباء، لا يمكن الوباء يكون من جراثيم وليس من غاز، الغاز لا يمكن أن يتسبب في وباء. هذه هي الأشياء التي يجب أن يفهمها الناس، ومع الأسف هناك من فزعوهم بهذا الخبر، وهناك أوديوهات يعني سجلها بعض الأشخاص وبعثها إلى عائلته أو ذويه يحذرهم بأن هذا الغاز سيتفجر هذه الأيام، وأن لا يخرج أي شخص، ولا تصعدوا لأسطح المنازل، ولا تفتحوا النوافذ، واحذروا لأن هذا الغاز سينفجر وسيتفجر، سيكون في الأوج في 18 أبريل ثم ينتهي الأمر. هذه الأشياء يعني وصلتكم، فكل الذين درسوا وما أكثرهم في البلدان العربية يعني المغرب وتونس والجزائر، كل الذين ناقشوا شهادة الدكتوراه في الثمانينيات وفي أوائل التسعينيات كلهم ناقشوا الدكتوراه حول الموليكيولار بايولوجي ولا البايو تكنولوجي ولا الجينيتيك انجينيرين، كلهم يعني تقريبا 90% من شهادات الدكتوراه التي نقشت في الثمانينيات في أوروبا وأمريكا كلها كانت في البايو تكنولوجيا، كلها كانت حول الأنزيمولوجي، حول البي سي آر، وحول الجينيتيك، وحول هذه الأشياء هذه كلها، حول يعني هذه الأشياء، كل الذين يعني ناقشوا، فما أكثرهم في المغرب والجزائر وتونس، يعني دكاترة كثير في الفهم. فلاحظوا أن إلى حد الآن لا أحد في الموليكولار بيولوجي ولا في الجينيتيك انجينير تكلم، كل الذين يتكلمون الآن أطباء لا علاقة لهم بالجينيتيك انجينيرين. نعم درسوا شيء من الفيرولوجي، درسوا شيء من البكتيريولوجي، نعم صحيح، لكن لا علاقة لهم بالجينيتيك انجينيرين. هذه أشياء يعني قوية جدا تتعلق يعني بالهندسة الجينية، ولا يعني لا علاقة للطب بالهندسة الجينية، يعني كي نكون واضحين. ولذلك أنا قلت بأن الفضائيات هذه التي يعني تتبجح عليكم بأنها يعني تأتي بالخبر من القمر، هذه الفضائيات التي تعتبرونها فضائيات عظمى وكبرى، هذه الفضائيات الآن لا تستضيف إلى حد الآن ولا عالم واحد استضافته، لأن نحن في تخصصنا في البايوتكنولوجي لا يمكن لباحث ولا عالم في البايوتكنولوجي أن يتكلم على الهواء مع الناس. لا، أنا أستبعد أن يأتي شخص يعني متخصص في البايوتكنولوجيا ويتكلم في تلفزيوننا في العالم، لا يمكن. لأن هذه لاحظت أنني لم أتكلم عن هذه الأشياء هذه، لأن يعني تدقيقات ويعني تفاصيل هذه العلوم هي دقيقة ولا يفهمها إلا أصحاب الميدان مع بعضهم، وبدون أن يدخلوا المختبر لما يسمعوا بشيء يعلمون بالضبط كيف تمت الأشياء، يعلمون بالضبط كيف تمت الأشياء، ولا أحد يعني. فهذه علوم دقيقة وراقية وقوية جدا، ويعني كلما يعني هذا الدكاترة كلما كان المستوى عالي فطبعا لا يتكلمون في هذه الأشياء، هذا أكيد لا يتكلمون. فقط هذه الأخبار يجب أن لا تصدقوا أي خبر، وغاز الصارين هو أصحابه سقطوا في الأجنوتولوجي، ولا يمكن أن نصدق خبر غبي وبليد يعني، وأن يعني ممكن أن يطرح الشخص يعني سؤال. فالذين درسوا علم الأوبئة هذه الإبيديميولوجي، الأطباء درسوا الإبيديميولوجي، يعني كثير من الناس في كلية العلوم درسوا الإبيديميولوجي، هذه علم الأوبئة، والأوبئة تكون بجرثوم ولا تكون بغاز، لا تكون بكيماويات، لا يمكن أن يعني مركب كيماوي يحدث يعني عدوى، هذه انتشار عدوى في هذا. فهذه الأشياء انتبهوا جيدا، ونحن وعدناكم أننا سنبقى معكم، وأن لن يضللكم أحد ما دمنا يعني معكم إن شاء الله، وما دمنا أحياء لن يضللكم أحد. ولذلك الذين الآن لا يجدون موضوع يتكلموا فيه يحاولون أن يجدوا موضوع يتكلموا فيه، وأن الشيء الذي يضني الذي يحزن أن هناك بعض الأشخاص يعني حاضروا حول الموضوع وكأنهم هم الأذكياء، وهم الذين يعني تمكنوا من تفكيك اللغز، وهم الذين فهموا ما يقع، وحاضروا يعني حاضروا حول غاز الصارين، ويريدون أن يرسخوا هذا الغباء لدى الناس. أنا قلت غباء وبلادة، يريدون أن يرسخوا يعني لدى الناس. فهناك نساء مع الأسف يعني الآن، نساء الآن يعني فزعوهن الآن بهذا الخبر، وأن هناك في الدار البيضاء نساء لا تقدر أن يعني تصعد لسطح منزلها، فممكن أن تصعدوا لأسطح منازلكم، وممكن يعني أن تأخذوا شمس، وممكن أن تشمسوا هذه الأشياء، ولكن ألا يكون تجمعات في الأسطح،
ان هناك عمارات ربما تكون فيها يعني سوق، ولكن هذه الاشياء يجب ان لا تكون. اذا كان الشخص له منزله مستقل ولديه سطح او شيء، فلا ممكن ان يشم هواء، ممكن ان يصعد الى هذا السطح، وممكن ان تفتح النوافذ وكل شيء، فلا يفزعون كميات الاشياء.